ناسان كونيجوا، أهلا فيكم كلكم. اليوم جيت لكم فيديو جديد اللي هو بقناة ياجين، وهو روتينها للذهاب للمدرسة. زي ما شايفين الأخت قامت وعلى طول ما صدقت جو، راحت تمسك الجوال، وهذا أغرب شيء في الحياة شفته، لأنه الإنسان كذا يصحصح يحاول يستوعب نفسه، لكن الأخت راحت تشيك على طول عندها في الإنستغرام، في الفيسبوك، في اليوتيوب، من جالها، من معلق، من مدري إيش. فلو سمحتوا لا تنسوا تعملون السبسكرايب واللايك عشان الأخت تنبسط لما تصحى من النوم إنها تشوف الناس كثيرة دخلوا لها، وعشان تخف علينا الضغط والتوتر والحين تعمل نفسها زي الناس المحترمة والمنظمة اللي يصحوا يغسل أسنانهم وكلها كذب وفيك. لا أمزح، الحين أو ثاني روتين لها، الحين تقوم بعرض غسول الوجه اللي تستخدمه، وبعدين تعمل لنا زي أغنية غسل وشك يا أمر بالصابون وبالحجر ومدري إيش. فالحين قامت تغسل وشها وأخيرا يعني. الحين تمسح وجهها بطريقة الطبطبة على قولة أخونا حسين الجسمي، ولقيت الطبطبة هي ما لقيتها فقامت تطبطب على وجهها. والحين تعرض لكم هذه الوجبة الغنية والشهية، بصراحة تلاقوها هي بنفسها كرهها بس قاعدة تعمل أوكي أنا مستحملة، أنا ساكتة ومتحملة عشان بس أنحف. الحين تقوم بتنشيف شعرها بعد ما تغسله. بصراحة في معلومة هنا غريبة في كوريا، واللي هي الكوريين يعتمدون انهم يغسلون شعرهم حتى لو ما غسلوا جسمهم كل يوم، المهم عندهم يغسلون شعرهم لانه عندهم نظافة الشعر اهم شيء في وجه الكرة الارضية. وانا مستغربة الفكرة، يعني لو غسلت شعرك ليه ما تغسل جسمك؟ ايش الفكرة يعني؟ ما فاهمة بس الكوريين. الحين حتسوي زيت للشعر عبر فركه وتحطه على كل شعرها، وبطريقة تحاول فيها انها تعمل ايجيو، بس يا فتاة لم تضبط معكي. الحين حتقوم بعطف شعرها من تحت، ما اعرف ايش الطريقة تسموها بس انا اسميها الطريقة المعطفة في المعطيف، حتستخدم الاستشوار عشان تسوي هذا الشيء، فما ادري هو استشوار ولا ايش، بس يلا مشولي سلكولي. طيب شكرا. أنتم مع فقرة ياجين المتميلحة، يا سلام، ووو! تحسسكم أن أول شخص صلح شعره قاعدة تتميلح وتتميلح وتتملح وتتسكر، مش عارفة. أنا ياجين المسكينة الغلبانة قاعدة توريكم مشاكل وجهها بس بالطريقة المتميلحة. الحين تقوم تعرض لكم الأشياء اللي تستخدمها للسكين كير برضو بالطريقة التميلح. الآن تقوم بوضع هذا الزيت مدري الموية على وجهها أفقيا. الآن دخلنا بمرحلة طبطب طبطب على بشرتك، يلا ولقينا الطبطبة جميعا مع أختنا ياجين. والآن ندخل بعملية السرمكة للمرة الثانية، على الله يطلع في نتيجة. والحين تقوم بوضع مرطب الشفاه، وبعدين تنهي الحركة في بوز البطة. الحين حندخل بعملية تلوين الشفاه. بصراحة أنا شايفة إن اللونين مرة متشابهين، ولكن هي حطتهم مرتين وأنا مش عارفة إيش السبب، فقولوا لي لو أنتوا شايفين اختلاف. الحين هي أخذت التنت وقامت تحطه على أنفها وفمها، يعني أنفها وخدودها، ومش عارفة إيش السبب، بس باعتقادي إنها تعلمكم كيف تكونوا مهرجة ليوم كامل، لذلك خذوا العظة ولا تعملوا كذا عشان لا تخوفون الناس، حرام.
نقوم بعملية رفع الرموش بهذه الآلة الذي هي حل فعال لكل الفتيات صاحبات الرموش المنخفضة. ما أدري إيش هي، بس من جد هذه الآلة مرة تناسبنا، فشكرا لمخترعها. الآن لدينا الماسكارا. بصراحة أشوفه أكثر شيء من الميك اب اللي من جد يستاهل صاحبه كل خير، عشان هو يحسن ويغير في شكل الوجه. قولوا لي لو أنتوا تتفقون معي بنفس الفكرة. والآن راح ألبس الزي حقتي. طبعا إنه إحنا عشان صيف والجو شوية حار إلى حد ما، راح ألبس الزي الصيفي مو الزي الشتوي. وإذا حابين تشوفوا في الفترة الثانية الزي الشتوي، يعني في فترة الشتاء حابين أعمل روتيني وألبس الزي الشتوي، لا تنسوا تحطوا بكومنت وخلوني ألبس الزي. والحين تقريبا خلصت كل حاجة، باقي اخذ الشنطة. طبعا هذه الشنطة مو حقت المدرسة بس حقت الخروجات، بس انا حاليا ما اخذ كتب، ف باخذ الشنطة دي، يعني الكتب كلها في المدرسة فما احتاج الشنطة الكبيرة اللي تشيل كل الكتب. فاذا حابين تشوفوه في فترة الشتاء راح اوريكم الشنطة. هذه هي شنطتي اللي اخرج فيها دايما البسها. خلصت كل حاجة وجهزت نفسي وأنا رايحة للمدرسة. فإذا حبيت الفيديو حبيت الروتين حقتي هنا جيراننا قاعدين هنا، إذا حبيت الفيديو حبيت الروتين حقتي لا تنسوا تحطوا بكومنت وتقولوا لي إذا حابين تشوفون روتيني أو لبسي الشتوي حقت الشتاء الزي الشتوي، وكمان تقولوا لي أكثر شيء حبيته في الفيديو. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعار، وكمان تتابعوا نارين وتاسو وقناة العائلة، بحط لكم في صندوق الوصف. المهم أحبكم مرة، باي.